فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الضيوف، نرحب بحضراتكم مجددا في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023. تبدأ الآن الجلسة الحوارية بعنوان السكان ومستقبل الرعاية الصحية، التحديات والفرص ومشروع التأمين الصحي الشامل. يدير هذه الجلسة الحوارية معالي وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ويشارك في هذه الجلسة السيدات والسادة المتحدثين الموقرين دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دكتورة داريا كيسيتش تيفاتيفيتش وزيرة رعاية الأسرة وديموغرافيا جمهورية صربيا، معالي السيد ناصر عيسى كوارا رئيس المفوضية الوطنية للسكان نيجيريا، الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، دكتورة فادية سعادة المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، دكتورة ليلى بكر المدير الإقليمي للدول العربية صندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط. معالي الوزير، الكلمة لسيادتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السكان والتغطية الصحية الشاملة، التحديات والفرص. اسمح لي سيادة الرئيس أن نشاهد معا نسخة من الساعة السكانية التي تم التواصل مع جهاز مركز التعبئة العامة والإحصاء. لقد ضبطنا الساعة سيادة الرئيس وأيها السادات والسادة على الساعة 10 صباحا، وسألنا أو شفنا الساعة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 11:25 دقيقة ما هي الزيادة السكانية التي تمت خلال هذه الفترة. وأود أن أشير في هذه اللحظة أن ما يتم تسجيله من 2230 زيادة سكانية هو الفرق ما بين المواليد والوفيات في ضوء تسجيل لمكاتب الصحة لمعدلات المواليد والوفيات في خلال من الساعة 10 إلى الساعة 11:25 دقيقة. وهذا يدل على يعني كم الزيادة السكانية التي ممكن أن نشهدها على مدار اليوم. طبعا بيتم حساب المتوسط اليومي والمتوسط الساعي من خلال الجهاز المركزي، ولكن هذا دليل على الزيادة السكانية السريعة. أعود إلى موضوع النقاش في هذه الجلسة الحوارية، لكن قبل أن أبدأ أود أن أحيط سيادتكم علما بأن مدة الزمنية لهذه الجلسة هي 45 دقيقة في جولتين من الأسئلة، وإن الوقت الزمن المحدد للإجابة على كل سؤال هو 3 دقائق، فأرجو الالتزام منا جميعا. Kindly, I would like to inform you that the session duration is only 45 minutes in 2 rounds of question and the time set for answering each question is only 3 minutes. دعوني أبدأ بالسؤال الأول موجه إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. دكتور خالد. كيف دكتور خالد. أي فندم. Please give him more time. حاضر يا فندم. Please. بخير يا فندم. حاضر يا فندم. Please what? كيف تري التحدي القضية السكانية على تعزيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في ظل إضافة أكثر من 2 مليون مولود سنوياً؟ وهل معدلات النمو الاقتصادي في الدولة المصرية تتواكب مع معدلات النمو السكاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيدات والسادة الحضور الكريم، ضيوف مصر الكرام، أبدأ طبعاً بالشكر والتقدير لوزارة الصحة والسكان على تنظيم هذا المؤتمر. رداً على سؤال حضرتك، الحقيقة القضية التحدي بين قضية السكان والتنمية دي قضية قديمة، يعني الاقتصاديين القدماء يمكن من القرن 18 كانوا بيتكلموا على هذا التحدي ونبهوا العالم كله على أهمية التوازن بين السكان والتنمية. ويمكن أشهر الاقتصاديين اللي اتكلم على هذا الكلام أو أول واحد اتكلم عليه كان الاقتصادي توماس مالتس، اللي قال فيه للعالم، قال خلوا بالكوا أنه السكان هيزيدوا متوالية هندسية، يعني هيزيدوا 2, 4, 8, 16, 32، والموارد والغذاء بشكل أساسي هيزيد متوالية عددية، ومع الوقت هيبقى عندي فجوة كبيرة جدا بين الغذاء أو الموارد الغذائية وبين السكان. فده قضية مهمة جداً من سنوات كتيرة الاقتصاديين نبهوا لها. والنقطة الثانية المهمة اللي قالوا عليها، قالوا أيضاً إن هناك علاقة شديدة جداً بين حجم السكان وبين متوسط دخل الدولة. يعني لو لقينا حضراتكم شايفين إنه
احنا وصلنا تقريبا تعدينا النهارده على مستوى العالم 8 مليار نسمة، وهنقترب من حوالي 10 مليار نسمة في 2050. هنلاقي انه المليار الثامن 70% منه من الدول ذات الدخل الأدنى والدخل المتوسط، الدول النامية والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى. ولما نوصل للمليار العاشر 90% منه هيكون من الدول ذات الدخل المتدني. فهناك علاقة شديدة جدا بين متوسطات الدخل والزيادات السكانية، كل ما زاد السكان كل ما متوسطات الدخل بتنخفض. طيب لما نيجي نشوف احنا في مصر شكلنا ايه، ويمكن دكتور خالد في العرض بتاعه اتكلم على المؤشرات السكانية في مصر، ولكن رغم الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، وده حصل بالفعل، إلا إن إحنا لما وصلنا لعدد كبير بقت الزيادة كل 10 سنين حجمها أكبر. يعني إحنا في 10 سنين الأخرانية زدنا قرابة 25 مليون نسمة. ده بيؤدي إلى ضغط شديد جداً على الموارد، وبيؤدي أيضاً إلى ضغط شديد جداً على جهود التنمية. ممكن. النقطة الثانية المهمة اللي بترتبط بقضية التنمية مش بس العدد، ولكن أيضاً الهرم السكاني، التركيبة السكانية شكلها إيه. كل ما زاد عدد السكان كل ما عدد الأطفال في الدولة بيزيدوا، ودي النقطة يمكن اللي أشار إليها دكتور خالد في العرض بتاعه. إحنا كل فرد، إحنا محتاجين كل فرد يبقى في المجتمع، يبقى فرد صحته كويسة، متغذي تغذية كويسة، يبقى منتج. الأشخاص الذين يقومون على الإنتاج في مصر هم تقريباً كل 100 شخص بينتج وبيشتغل عشان يصرف ويوفر احتياجات 60 أو 61 شخص آخر. ده بيقلل من متوسطات الدخل، بيقلل من متوسطات الادخار، وبيقلل من متوسطات الاستثمار على مستوى الدولة. وعشان كده يمكن المعدلات المثلى في هذه الدول هي ان احنا نصل الى اقل من 100 إلى 50 فرد للأعلى. طيب تأثير ده ايه بقى على الخدمات؟ احنا دايما كنا بنشبه، يمكن استاذنا دكتور ماجد عثمان كان دايما يحط لنا هذه الصورة في الكتب في مادة التنمية الاقتصادية، انه الزيادة السكانية بتلتهم، هي عبارة عن تلتهم كل ثمار التنمية وكل المتوسطات الدخل. طيب احنا لما نبص النهاردة وبنشوف تأثيرها ايه على الموارد، اتكلمنا طبعا على نسب الأعالة، نتكلم على تأثيرها ايه على الموارد. بنلاقي ان احنا هناك فجوة شديدة بتزداد زيادة السكان مع الطلب على الغذاء. كل ما زاد عدد السكان كل ما الطلب على الغذاء زاد، وبالتالي بقى في فجوة كبيرة جدا بين الطلب على الغذاء والمعروض من الغذاء. رغم ان الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة جدا السنوات الماضية لتعزيز الانتاج الزراعي، سواء كان من خلال منظومة الزراعة المستدامة، من خلال استصلاح الأراضي الزراعية، لكن ده كله خلى الطلب على الغذاء أكتر مما هو معروض على الغذاء، وبالتالي بنضطر نستورد حجم كبير من الموارد الغذائية الأساسية زي القمح، زي اللحوم، زي الزيوت. كل ده رغم الجهود الشديدة في استصلاح الأراضي والمنظومة الزراعية المتطورة. أيضا شيء مهم جدا وهو انخفاض نصيب الفرد من المياه. كل ما متوسط انخفاض نصيب الفرد من المياه مش بس للزراعة، ولكن أيضا المياه الصالحة للشرب. أنا محتاجة مية عشان نشرب، مياه للشرب، ومحتاجين مية للزراعة، وبالتالي أيضا رغم الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية عملتها لتحسين كفاءة المياه لاستخدام المياه في الزراعة بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى أيضا كل المشروعات الخاصة بتحلية المية وخدمات الصرف الصحي، كل ده. ولكن هناك نقص شديد أيضا في ما يكفي المواطن بشكل مستمر في المياه. النقطة الثانية المهمة إنه في كل الخدمات دي إحنا اللي بيهمنا إيه؟ إحنا اللي بيهمنا الكم ولا الكيف؟ إحنا بنتكلم النهاردة على جودة حياة، وبالتالي ما تنفقه الدولة من الاستثمارات، سواء كان مثلاً الاستثمارات
في التعليم أو الاستثمارات في الصحة، ويمكن هناخد بعض الأمثلة الرقمية اللي هنديها لحضراتكم على الاستثمار في مجال التعليم. في مجال التعليم يمكن الدولة المصرية في 10 سنين اللي فاتوا صرفت 9 أضعاف ما كانت تصرفه في 2014-2015. ولكن إحنا بنصرف على إيه؟ أنا بصرف على مع الزيادة السكانية بصرف على إنشاء فصول جديدة، بصرف على بنية معلوماتية، بصرف على بنية تحتية معلوماتية، بصرف على منظومة جدارات وتطوير وتدريب في المعلمين، وبصرف على إحلال وتجديد الفصول. وبالتالي أنا الرقم الأكبر من هذا الاستثمار رايح ليه النهاردة؟ 80% منه رايح لإنشاء فصول جديدة. رايح لإنشاء فصول جديدة ليه؟ أنا بس عشان أحافظ على متوسط كثافة الفصول، أنا مش قادرة أخفضها للعدد اللي إحنا كنا نأمل إن إحنا نصل إليه. يعني إحنا النهاردة بنتكلم على متوسط كثافة فصول 48 طفل في الفصل، طبعاً في مدارس محافظات فيها كثافة أعلى ومحافظات فيها كثافة أقل، ولكن أنا بصرف مليارات الجنيهات، 15 مليار السنة دي عشان فقط أحافظ على كثافة الفصول زي ما هي 48 طفل في الفصل. لو أنا النهاردة ما كانش عندي هذا العدد الجديد اللي داخل المدارس كنت وجهت هذه الأموال، هي أنا مش عايز أوفر أموال، أنا عايز أوجه الأموال للكم للكيف، أنا عايز أوجه الأموال لبنية تحتية معلوماتية أفضل، أنا عايز أوجه الأموال لتدريب المدرسين بشكل أفضل، لعمل نظام جدارات بشكل أفضل. فأنا هنا بتكلم على تحويل من الكم إلى الكيف عن طريق أن أنا أوجه نفس الحجم الاستثمارات إلى ما هو مرتبط بخصائص السكان والتركيبة السكانية. نفس الوضع لو أنا بتكلم على الاستثمار في الصحة، الدولة المصرية السنة دي 13 ضعف ما أنفقته على الاستثمار الصحي، مش بتكلم على حجم الإنفاق اللي هو في المرتبات والأجور، حجم الاستثمار الصحي 13 ضعف اللي اتصرف من 10 سنوات. كل ده لو كان اتوجه إلى الكيف كان طبعا شفنا نتاج أفضل. ولكن رغم ذلك إن مؤشر التنمية، مؤشر رأس المال البشري في مصر ما زال الحمد لله في الوضع المتوسط. إحنا ما احناش زي سنغافورة والسويد اللي هي الدول ذات المؤشرات المرتفعة في رأس المال البشري، ولا إحنا زي دول أخرى منخفضة في مؤشرات رأس المال البشري. رغم كل الاستثمارات اللي تمت دي، ده خلى مصر في موقع متوسط. ويمكن أهم شيء بيوضح هذا المؤشر أو بيخليني في هذا الوضع، ده قايم نتيجة 3 مكونات أساسية. مكون الأول هو الإنفاق على الصحة، الإنفاق على التعليم، والحاجة الثالثة البقاء على قيد الحياة، ويمكن المسح الديموغرافي اللي بيقوم بيه جهازنا العظيم جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بين انخفاض في عدد وفيات الأطفال وانخفاض اللي حصل في السنوات الماضية في عدد وفيات الأمهات في سن الولادة. طيب إحنا من كده بنتكلم على تركيبة سكانية، بنتكلم زي ما اتكلم دكتور خالد على خصائص أفضل في السكان، عشان كده إحنا بنستثمر في عايزين نستثمر أكتر في خصائص السكان. ويمكن المشروع اللي تحت رعاية السيد الرئيس، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اللي هو بيركز على ضبط معدلات النمو السكاني من ناحية، ولكن في نفس الوقت إحنا بنستثمر في إطار استراتيجية السكان في خصائص السكان، بستثمر فيهم عن طريق تمكين اقتصادي أفضل للمرأة المصرية، عن طريق برامج خدمات ملباة بنسب أعلى، عن طريق إن أنا النهاردة وعي ثقافي كبير، عن طريق منظومة كبيرة من الميكنة عشان أقدر النهاردة أبقى فعلا بعمل استهداف اقتصادي واجتماعي سليم. شكرا يا فندم. أشكرك على هذه الإضافة، ويعني اسمحوا لي أضيف أيضا على بعض المشاريع التي تمت من خلال الدولة، مثل بناء 24 مدينة جديدة لحل مشكلة العشوائيات. ال 24 مدينة جديدة ليست رفاهية، ولكن هي جزء من حل المشكلة أو جزء من التعامل مع المشكلة. أيضا إضافة حوالي 3 مليون فدان أراضي زراعية لضمان الأمن الغذائي لهذه الأعداد.
أشرت حضرتك إلى تحسين مؤشرات الصحة العامة من خلال المسح الأسرة المصرية، وأشير هذا أن يكون بسبب المبادرات الرئيسية التي امتدت عبر 7 أو 8 سنوات أدت إلى تحسين من مؤشرات الصحة. أشكر على هذه الإضافة. والآن مع يمكن عكس كما تفضل السيد الرئيس في جلسة صباحية، دولة صربيا تعاني من مشكلة عكسية، يعني تعاني من انخفاض في عدد السكان وانخفاض في معدل الإنجاب. فسؤالي لمعالي الوزيرة دكتورة داريا كيسك، وزيرة رعاية الأسرة والسكان بدولة صربيا، قد يكون للوضع الديموغرافي في دولة صربيا أثار متعددة على نظام الرعاية الصحية الخاص بها. كيف تتكيف صربيا فيما يتعلق بجودة الرعاية الصحية والوصول إليها على الرغم من انخفاض معدلات السكان؟ تفضل. Dear President, dear colleagues, ladies and gentlemen, it is a really a great honor and pleasure to be here in the magnificent city of Cairo. And I would like to use this opportunity to express my sincerely admiration for this, I don't know how to say, building complex where we are staying in, and for the entire project of the new administrative center in Cairo. It is a great privilege to be here, and thank you very much for organizing this conference on this place. هذه العاصمة الجديدة، وأشكركم لدعوتي للانضمام إليكم. القضية الرئيسية والهدف الرئيسي لهذا المؤتمر هام للغاية وملح للغاية، لأن هذا المؤتمر يجمع بين العديد من الدول لمناقشة قضية هامة للغاية، وهي الصحة والسكان والتنمية. هذه قضايا هامة ومتقاطعة وتشكل عالمنا، ونظرا لأهمية هذه القضايا ولأهمية مشاركة خبراتنا في هذه القضايا، نحن جميعا هنا اليوم في بلادي في صربيا نحن نشهد عكس هذه القصة التي تشهدونها أنتم الآن في بلادكم، والتي سمعنا عنها في الساعة السابقة من خلال العروض. نحن نشهد الآن انخفاض في النمو السكاني على مدى 5 عقود متتالية. لكل عام نحن نواجه حقيقة واضحة، وهي أننا نتقلص عدديا كل عام، وبالطبع حجم السكان يقل بصورة ملحوظة. هذا الانخفاض المستمر بالطبع يقلقنا، وهو محط اهتمام بلادنا، ونرى أنه تحديا كبيرا له تداعيات على مجتمعنا وعلى رفاهة شعبنا. أعطيكم مثالا على ذلك، فمثلا نحن نرى أن معدل الخصوبة يجب أن يكون 2.1% لكي يكون لدينا عدد سكان مناسب. منذ 10 سنوات في بلادي معدل الخصوبة كان 1.4%، ونحن نكافح من أجل أن نحصل على طفل جديد في بلادنا. ولذلك في الشق الثاني من هذه الجلسة النقاشية سوف أتحدث عن الإجراءات والاستراتيجيات التي أدخلناها والإنجازات التي حققناها لتحقيق هدفنا، ولكن الآن سوف أعطيكم إجابة قصيرة نظرا لضيق الوقت الذي لدي للرد على سؤالك. سوف أتحدث عن التغيرات السكانية وكيف تؤثر على نظام
نظام الرعاية الصحية في بلادنا، لأن حضراتكم تعلمون أن عندما يكون هناك انخفاض في معدل النمو السكاني فإن هذا معناه أن هناك معدل مواليد منخفض، وأيضا لديك ظاهرة عدد السكان الذين يزيدون في السن أو المسنين. فمتوسط الأعمار في صربيا هو 44 عاما، وعندما يكون لديك سكان كبيرون أو كبار في السن فإن في هذه الحالة سوف يكون هناك عبء كبير على نظام الرعاية الصحية لتوفير الرعاية الصحية للمتقدمين في العمر. وأيضا في العام الماضي حاولنا تحسين نظام الرعاية الصحية، خاصة وأننا قمنا بالشعور بالحاجة إلى الإسراع في ذلك خلال فترة الجائحة، واستثمرنا في البنية التحتية الصحية والخدمات الصحية لتعزيز وتحسين صحة السكان. وخلال الثلاث سنوات الماضية أيضا قمنا بتوسيع نطاق البنية التحتية الصحية لكي تواكب الاحتياجات المتغيرة لسكاننا، وهذا تضمن بناء العديد من المؤسسات الصحية الجديدة وتجديد المؤسسات الموجودة بالفعل لكي تلبي احتياجات السكان. ونحن نعمل أيضا على تعزيز جودة الرعاية الصحية من خلال التكنولوجيات الجديدة الرقمنة وأيضا ما يسمى بالتليميديسن وتحسين البيانات من أجل تعزيز الرعاية الصحية للمرضى. ونحن أيضا نحاول ضمان وجود قوى عاملة كافية في مجال الرعاية الصحية، وهذا هام للغاية. ولذلك مؤخرا قمنا بتعيين المئات من أفضل الخريجين من كليات الطب وأفضل الممرضين والممرضات والعاملين في مجال التكنولوجيا الطبية، ونحن لا زال أمامنا الكثير لنبذله لتحسين نظام الرعاية الصحية ببلادنا. وأخيرا لكي أضيف حقيقة واحدة هي أن من أجل أن نمنح السكان أفضل بيئة صحية ولكي نطوع نظام الرعاية الصحية للتغير في التركيبة السكانية، فإن وزير الصحة لبلادنا قمنا بصياغة ثلاث استراتيجيات. هناك استراتيجية الصحة الإنجابية، استراتيجية الأمومة، واستراتيجية التقدم في العمر بفعالية. ولدينا أيضا طموح لكي يكون لدينا قاعدة تشريعية لكافة الإجراءات الجديدة التي ندخلها من أجل تعزيز خدماتنا الصحية. جميع الاستراتيجيات والإجراءات التي ندخلها الآن في بلادنا تتوازى مع بعضها البعض بهدف واحد، وهو أن نجعل الأسرة الصربية في مقدمة أولويات الدولة. نحن نريد أن نشجع الجميع خاصة الشباب على أن ينجبوا المزيد من الأطفال. شكرا لاستماعكم وشكرا لإعطائي هذه الفرصة للحديث عن بلادي. الآن أنتقل إلى السيد الحاج ناصر عيسى كوارا، رئيس البرنامج القومي للسكان بنيجيريا. أود أن أشير هنا أن على مستوى أفريقيا مصر ونيجيريا وأثيوبيا مرشحين يكونوا أكثر الدول في معدلات الإنجاب، معدلات الزيادة السكانية على مستوى القارة بالكامل. أيضا مصر ونيجيريا وأثيوبيا يكونوا مرشحين ضمن
8 دول على مستوى العالم يكونوا مسؤولين عن الزيادة السكانية عالمياً، نصف الزيادة السكانية عالمياً حتى عام 2050 إذا لم يتم تنفيذ برنامج قومي للسكان يستطيع التحكم في هذه الزيادة. سؤالي إلى السيد الحاج ناصر عيسى كوارا، نيجيريا هي إحدى الدول الموقعة على برنامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي يركز على الصحة الإنجابية وإدارة الملف السكاني، كيف يمكنك مشاركة إنجازات نيجيريا وتحدياتها في تنفيذ برنامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وكيف يؤثر ويكمل جهود البلاد في مواجهة التحديات السكانية مع احترام حقوق الصحة الإنجابية وكذلك الحصول على الرعاية الصحية؟ تفضل. Good afternoon. Good morning. صباح الخير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمع الموقر، السادة الضيوف الأعزاء. أنا أنضم إلى زميلي وأقدم المدح على تنظيم هذا المؤتمر الرائع من أجل تبادل الخبرات والرؤى وأيضا كيفية إدارة ملف السكان والصحة والتنمية. نعم، أن نيجيريا هي أحد الدول التي قامت بالتوقيع على اتفاقية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وأود أن أقول هنا أن نيجيريا قد قامت بتطوير سياسات قومية معنية بالسكان و 1994 ونحن قمنا بتطوير مجموعة من السياسات، تلك السياسات التي تم صياغتها في عام 2022. وكان المستهدف من هذه السياسات بشكل أساسي هو أن إيفاء بالثلاثة أصفار بالطبع هو أن يكون هناك خفض لوفيات الأطفال والأمهات وأن يصلوا إلى الصفر بحلول 2030، وأيضا النفي بالاحتياجات السكانية المتزايدة وأيضا أن نتعامل مع القضايا المتعلقة بالأمهات وتمكين المرأة والفتاة، وأيضا أن نصل إلى هذا التمكين وأن نخفض من الوفيات وتصل إلى نسبة الصفر أيضا بحلول 2030. بالطبع لأن هذا من شأنه أن يؤثر على التعليم ومنظومة الرعاية الصحية. نحن نحاول أن نخفض من نسبة الوفيات الأمهات على وجه التحديد، وقمنا بالتعاون مع شركاء في التنمية من أجل أن يكون لدينا مستويات مختلفة من التقدم على المستوى الإقليمي والمستوى المحلي. كذلك استطعنا أن نخفض الكثير من أعداد المواليد التي كانت تتزايد عاما بعد عام، ونحن قمنا باتخاذ الكثير من السياسات والقرارات من أجل خفض نسبة وفيات الأمهات لكي تصل من 6% إلى 5.2%. وبالطبع نحن نود أن نحقق مكانة فيما يتعلق بالحد من النمو السكاني،
وحتى يكون لديه أثر بالغ على السياسات، وأيضا أن يكون أن يفي بالمجهودات المبذولة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. بالطبع نحن نود أن يكون هناك توفير للسلع والخدمات من خلال من الدعم الذي يقدم من مجموعة من المنظمات الدولية وصندوق النقد الدولي من أجل استخدام هذا الدعم والمساعدة لوضع برنامج لتنظيم الأسرة. وأيضا كانت هذه المساعدة المقدمة 4 مليار دولار، وبالطبع تم تقديم هذه المساعدة إلى الحكومة من أجل وضع مجموعة من البرامج الخاصة بالثقافة وتنظيم الأسرة وأيضا في مجال الرعاية الصحية. وبالطبع كان يتعين علينا أن نتكيف مع كل الإجراءات والتدابير التي تم وضعها من أجل الوصول إلى رعاية صحية أفضل. وبالطبع لدينا الكثير من الثقافات وأيضا بعض الأمور الدينية، ولكننا نحاول أن نتكيف مع كل هذه القضايا، خاصة القضايا التي تعلقت بالجائحة كورونا ونتائجها. ونحن في الواقع نحن نحاول أن يكون هناك رفع للوعي وتوفير مزيدا من الأموال لضخها في المنظومة الصحية من أجل تعزيز الرفع. كذلك أن هناك مجموعة من الخطوات التي تم اتخاذها. أيضا فمعدلات الوفيات انخفضت كما ذكرت سابقا إلى 5.2، ونحن نسعى إلى مزيد من التخفيض. وبالطبع نحن نود أن نستمر قدما لخفض معدلات الوفيات وأيضا تغيير هيكل والخصائص السكانية حتى يمكن أن نحقق الأهداف المرجوة بحلول عام 2030. ونحن نحاول بالطبع أن نحتل موقعا متميزا في مجال استخدام التكنولوجيا وتطويعها لمنظومة الرعاية الصحية وأيضا الحد من الزيادة السكانية. و وبالطبع نحن نود أن نقوم بوضع مجموعة من المؤشرات من أجل دعم النظام الصحي القومي وأيضا من أجل تحديد أهداف توقيعنا على اتفاقية مؤتمر السكان والتنمية. يمكن هذه الحلقة النقاشية أيضا تتطرق إلى منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر. أود الإشارة أن منذ إطلاق هذه المنظومة في 6 محافظات، المرحلة الأولى بورسعيد والأقصر والإسماعيلية بشكل تنفيذي وأيضا بشكل تجريبي أسوان وجنوب سيناء والسويس، ونستعد الآن إلى الاستعداد إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي. لكن خلال هذه السنوات وخلال هذه التجربة الرائدة التي أيضا تبناها فخامة الرئيس بالرعاية والإطلاق وتوجيه كل مصادر الدولة حتى يتم الانتهاء والتصارع في انتهاء من هذه المنظومة خلال 10 سنوات، نتمنى أن نصل إلى المرجو في خلال سنة 2032 حتى يكون هناك تغطية صحية شاملة في كافة محافظات الجمهورية. كم الخدمات التي تمت من خلال هذه المنظومة؟ ملايين الخدمات وملايين المستفيدين من خلال 6 محافظات. نتطلع إلى المحافظات القادمة إن شاء الله. من المؤسسين لهذه المنظومة والخبراء في هذه المنظومة على مستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي دكتور محمد معيط لخبرته الإكتوارية الكبيرة في وضع النظام الحسابي لنجاح المنظومة واستدامتها. سؤالي من واقع خبرتك في هذه المنظومة أثناء الإعداد عبر سنوات طويلة،
ماذا ترى من تحديات لاستدامة مشروع التأمين الصحي الشامل في ظل النمو السكاني المتزايد وطبقا للدراسات الاكتوارية للمحافظات كثيفة الأعداد؟ تتفضل. شكرا جزيلا دكتور خالد. ويمكن حابب أقول أنه يعني لما جينا نصمم المنظومة، ودي كانت يعني البداية كانت 2006، يمكن قعدنا في تصميم منظومة فترة طويلة على أساس مبادئ معينة تحكم عملية المنظومة، لغاية 2008 سيادة الرئيس وجه بأن احنا نتحرك، وانطلقنا في يناير 2018 بعد 12 سنة من الدراسة في خروج القانون، ثم يوليو 2019 لما بدأنا نطبق على الأرض في محافظة بورسعيد. كان هدفنا من المنظومة أنها تستبدل كل النظم القائمة حالياً، بحيث يبقى عندنا نظام صحي موحد للدولة المصرية بدلاً من عدة نظم وعدة برامج. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كان هدفنا أن تكون الوحدة بتاعت التغطية هي الأسرة المصرية وليس الفرد العامل لدى الغير أو خلافه، لا ده الأسرة هي بالكامل تكون الهدف للتغطية في هذا. ده بيقول إيه؟ بيقول أن أنا بنقل كل النظم وبنقل كل الخصائص إلى نظام التأمين الصحي، وبالتالي خصائص السكان سوف تنعكس في المنظومة بتاعة التأمين الصحي الشامل. لما جينا نراجع المنظومة من الناحية الاكتوارية من 5 أشهر مضت فقط، احنا عملنا مراجعة اكتوارية للمنظومة على أساس نشوف وضعها إيه، لقينا أنه النظام وملاءته المالية يعني حساس جداً للكثافة السكانية اللي داخلة للتغطية. كان توجيهات سيادة الرئيس المنظومة لازم تبني احتياطيات ضخمة علشان ما ينفعش نفتح المنظومة وبعد كم سنة تبدأ تتعثر لأن وضعها المالي مش على ما يرام، لابد من بناء احتياطيات قوية حتى تساعد عوائد هذه الاحتياطيات مع الإيرادات الأخرى في ضمان الاستدامة المالية. وجدنا أن هناك علاقة طردية، كل ما بندفع بالكثافة السكانية الضخمة والمحافظات ذات كثافة السكانية الضخمة في المراحل الأولى بتبدأ الملاءة المالية لهذا النظام تتأثر سلبا، وبالتالي قدرته على استمرار. ولذلك بدأنا يمكن مع دولة رئيس مجلس الوزراء ومع حضرتك دكتور خالد ان احنا ازاي نوائم ما بين ان نحقق توجيهات سيد الرئيس ان احنا نخلص المنظومة دي في 10 سنين، لكن في المراحل الاولى نزيد من قوة بناء الاحتياطيات في هذه المنظومة عشان تقدر تساعد ان احنا لغاية ما نحقق التغطية الكاملة. عشان برضو نقرب الارقام لحضراتكم، انا بفترض النهاردة ان متوسط تكلفة الفرد في هذه المنظومة لا يقل عن 3000 جنيه. اذا انا لو انا النهاردة عندي قلت 80 مليون في المنظومة، يعني بتكلم في 240 مليار جنيه سنويا لإنفاق جاري. أنا ما خدتش برضو الإنفاق الاستثماري على أساس الدولة هتستمر تتحمل تكلفة الإنفاق الاستثماري إلى أن تكتمل المنظومة، وبعد كده المنظومة تقوم بنفسها. طب أنا لو أنا سرعت بحيث أن أنا بقى عندي 120 مليون على 2032، وحتى لو افترضت نفس الرقم 3000 وده مش فرض واقعي، يبقى أنا بتكلم في 360 مليار. نقلت من 240 ل 360 مليار 50% زيادة بحسب حجم الزيادة السكانية اللي أنا بتاعي. ده النقطة رقم 2. النقطة رقم 3، ودي نقطة مهمة جدا، يمكن دكتور خالد انت حضرتك عرضت النهاردة دولتين، عرضت اعتقد إيطاليا وألمانيا، ويمكن شفنا ان الزيادة السكانية خلال 60 سنة ما كانتش الزيادة بالمقارنة بالحالة بتاعت مصر. انا عاوز اقول في النقطة رقم 3 دي نقطة مهمة جدا جدا. ايه هي؟ يمكن معالي الوزيرة اتكلمت على ما يواجه صربيا اللي هو الايجينج بوبوليشن. كتير من دول في أوروبا بتواجه مشكلة الايجينج بوبوليشن اللي هو التغير الديموغرافي للهيكل السكاني، وده معناه إيه؟ معناه أنه حصل الخلل ما بين الجزء اللي تحت عند الأعمار الصغيرة والجزء اللي فوق، وبقى الهرم اتقلب في اتجاه الجزء الخطر المالي هنا فين؟ الخطر المالي هنا فين؟ الخطر المالي إن أنا باجي عند السن اللي هو 60 فما فوق وبيزيد عدد السكان، وبالتالي التمويل الخدمات وتمويل الرعاية الصحية والاجتماعية لهذا الجزء يبدأ يضغط على الأنصمة ضغط جامد جدا، وبالتالي يأثر على الملاءة المالية والمالية العامة للدولة بحسب الهيكل المالي اللي بيمول هذا النظام. فإذا كان الهيكل المالي اللي بيمول هذا النظام هو نظام الضرائب، لابد أن يخش ويبدأ يغير في منظومة الضرائب عشان يبدأ يستعيد جزء من الاستدامة والقدرة.
أما إذا كان النظام مبني زي النظام بتاعنا على الاشتراكات وعلى الموارد الأخرى، يبقى لازم أخش وأغير في الاشتراكات والموارد الأخرى عشان أستعيد. إحنا ممكن نكون بقى يعني شوف، إحنا بنتكلم على اللي هو بيسموه اللونجيفيتي ريسك أو الخطر المالي لإطالة العمر. أنا أقول في مصر بقى عندي خطرين، خطر أنه عندي معدلات النمو السكاني من تحت عالية جدا، وعندي كمان تحسن وظاهر جدا، لأن لو أنا جبت توقع الحياة عند الميلاد أو توقع الحياة عند سن الأحالة المعاش اللي هو سن 60، هلاقي الاتنين قفزوا. الاتنين دول لما يقفزوا سواء ده أو ده بينعكس في توفير ملاءة مالية أو إنفاق مالي أزيد عشان أتعامل مع ده. فهيبقى عندي المنظومة دي عندها الحاجتين، كل ما يزيد السكان والنمو السكاني من تحت، يعني في مواليد أكتر ومعدلات أكبر، ده بالنسبة لي عبء مالي لازم أوفره. وكمان كل ما يزيد توقع الحياة للأعمار فوق سن 60، ده بالنسبة لي. يبقى المنظومة دي ولأنها هتنقل الهيكل السكاني داخل المنظومة هتبقى متأثرة بالعبئين الماليين للسكان، سواء زيادة معدلات المواليد سواء تحسن توقع الحياة. يمكن النقطة الرابعة كمان هو الهيكل السكاني اللي أنا بغطيه إيه، لأنه ممكن يكون أنا يحصل عملية اختيار عكسي للمنظومة، بمعنى أنا عندي قدرة مالية لا أنا مش هاخد المنظومة دي، طب أنا ما عنديش قدرة مالية أنا عاوز أقف في المنظومة. فلو كمان ما عنديش قدرة مالية وعندي عدد سكان كبير، يبقى أنا في الحالة دي بعرض المنظومة وملائتها المالية لخطر عالي. ليه؟ لأنه اللي حصل يعني اختيار عكسي أو انتقاء عكسي ضد المنظومة، بحيث اللي عنده قدرة مالية مش حابب يستمر أو يستخدم المنظومة أو خلافه، لكن اللي هو معاه أطفال كتير اللي هو ما عندوش قدرات مالية هيبقى عاوز يستخدم المنظومة ديت لأنه وبالتالي بنبص نلاقي الآتي، أنه ممكن يكون الحالة الصحية لهذه الفئات أعلى من الحالة الصحية اللي عنده قدرات مالية، ممكن نبص نلاقي معدل الاستخدام أعلى. كل ده بينعكس أنه الوضع الديموغرافي والخصائص الديموغرافية للسكان والاستخدام النظام يعرض هذا النظام لخطر الملاءة المالية. وهو الأساس في أي منظومة صحية عشان تعيش وتستمر هو قدرتها على الاستدامة المالية وقدرتها على الاستجابة للمتطلبات الصحية. وخاصة احنا وعدنا الناس انه هذا المنظومة هتكون ذات جودة وهتلبي الاحتياجات بتاعته، يبقى عشان احقق ده لازم اضمن له الملاءة المالية واضمن قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته. شكرا جزيلا. اشكرك على الاضافة القيمة، والحقيقة هستغل هذه الفرصة ان اطلب من سيادتك يعني امام الحضور ان يتم اعتبار الخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن الخدمات المعترف بها في منظومة التأمين الصحي الشامل، وإحنا تكلمنا في الموضوع ده يعني قبل كده علشان لأن مهم جدا أن مع إضافة الخدمات للمنظومة يتمتع بها المواطن بالمجان، وده جزء من أنا عارف إن ده عبء مالي ولكن هو جزء مهم جدا في تحقيق الاستراتيجية. هو لو بيستأذن لي لو بيسمح لي فخامة السيد الرئيس. لا مفيش أنت هتدفع أنت هتدفع. طبعا يعني الدكتور معيد قال حاجة مهمة وهي التركيبة السكانية. احنا متوسط العمر نتيجة تحسن الخدمات الصحية لفترة العشر سنوات اللي فاتت ارتفعت الى 72 سنة للسيدات و70 سنة تقريبا 70 سنة للرجال، وده نتيجة المؤشرات الصحية والمبادرات الرئاسية لاكتشاف مبكر الامراض المتوطنة والامراض السارية والامراض الغير سارية. ده طبعا بيعمل عبء على الموازنة العامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لأن كل ما السن بيتقدم كل ما أعباء الأمراض المزمنة وتبعيتها ومضاعفاتها بتزيد. ولكن احنا مستعدين من خلال الدراسات اللي الدكتور معيد أشار إليها إلى هذه القضية، وأيضا إلى التوسع في القضايا بشكل كبير في المحافظات الأكثر كثافة في المرحلة الثانية. سؤالي الآن إلى دكتورة فادية سعادة وهي مديرة التنمية البشرية لمنطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي. أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لتحسين الخصائص السكانية، يمكن في أثناء العرض احنا قلنا ان لو ضبطنا التركيبة السكانية ومحتاجين علشان نحقق الخصائص السكانية ان يكون هناك دعم دولي ودعم من الدول في الاستثمار في رأس المال البشري عشان يكون في فرص عمل وفي صناعات وفي قطاعات إنتاج يستطيع أن نحقق وخصوصا للسيدات فرص عمل متاحة، ويبقى في تمكين للمرأة ويبقى في شمول مالي للمرأة. كل الحاجات دي على مستوى العالم أدت إلى تحسن الصحة الإنجابية.
كيف ترى دور البنك الدولي في دعم الدول في هذا المجال؟ تفضل. بالأول اسمح لي بالتشكرك معالي الوزير على الكونفرنس العظيم لموضوع كتير مهم واللي كتير بلدان عم بيعالجوا منه وما عم بيعملوا هاللي عم بيصير هون، وأكيد برعاية فخامة الرئيس بيصير شيء أهم. بذكرني قبل ما بلش جاوب بالشيء قاله العظيم نجيب محفوظ، الأستاذ نجيب محفوظ، هو رح حاول أقولها بالمصري، مصري جات ثم جاء التاريخ، إذا زبطت معي. اسمح لي أنقل على الإنجليش هلا. Human capital is core لل development for development. إن رأس المال البشري هو أساس التنمية، وهو في البنك الدولي منذ الستينات، وواحدة من الأشياء الهامة هي العمل على ثروة الشعوب، لأنني عملت في 4 أو 5 مناطق مختلفة، وعادة ما نصطدم بموضوع الإنتاجية. هناك الكثير من القطاعات التي تعتبر غير منتجة، وعندما نظرنا إلى ثروة البلاد وجدنا أن ثلثي الثروة هي رأس المال البشرية. كانت هذه نقطة تحول بالنسبة لكثير من الدول. نحن نعمل في الكثير من المناطق الاقتصادية، نحن نريد أن نربط رأس المال البشرية بالإنتاجية. إنني أحب الحوار بين وزارة المالية ووزارة الصحة. من الهام للغاية أن نرى إنتاجية أو مردود الاستثمارات على الإنتاجية. إن مشروعات رأس المال البشرية أطلقت في عام 2018، والمهم أن نعمل على هذه الرابطة ما بين رأس المال البشري والإنتاجية. هناك مؤشرات هامة، ولكن ما هو مهم الآن أن نغير الحوار، أن نغيره من مجرد ربط الموضوع بقضية صحية أو قضية تعليمية إلى تحد أكبر وأوسع نطاقا من هذا. في العديد من الأحيان نتحدث عن نسب الانضمام إلى المدارس. لدينا في بعض الدول 100% هي نسبة الانضمام، ولكن ماذا عن التعلم؟ الكثير من الدول تصدم عندما ترى أنها تدفع لقاء التعليم 11 عاما، بينما الأطفال أو الطلاب يتعلمون ما يوازي 7 سنوات فقط بصورة فعلية، وكان هذا إنذارا للكثير من الدول. هناك أيضا مؤشرات مثل الصحة والبقاء وأيضا نواتج التعليم. علينا أن ننظر إلى نواتج التعليم وليس تغطية التعليم فقط. وهناك أيضا أبعاد متعلقة بالتقدم في السن وأيضا بطول العمر. في أوروبا وآسيا يقولون أننا نريد أن نتجاوز مرحلة النظر للسكان فقط كعدد. نحن سوف ننظر في السكان من بداية من الطفولة المبكرة وحتى التقدم في العمر. ومصر لديها النقطتين معا. فيما يتعلق بالسياسات، فإنني أرى أن هناك أيضا نقطة القياس ونقطة البيانات. علينا أن ننظر في النتائج. هناك الكثير من الدول التي لا تنظر إلى النتائج وتنظر فقط في صياغة السياسات. وأيضا الشمولية أهم للغاية. إنني أعمل في الكثير من الدول ومنها مصر، ومصر من الدول التي انضمت إلى الكثير من الاتفاقات في هذا الشأن. وشكراً جزيلاً لحسن استماعكم. الحقيقة يعني المؤسسات الدولية في قطاع السكان الحقيقة متعددة، ولكن تأتي دائماً صندوق الأمم المتحدة للسكان كأحد الأذرع الهامة والقوية الممثلة للمنظمة الأممية، منظمة الأمم المتحدة، ولها خبرات طويلة ومتراكمة في على مستوى العالم في القضية السكانية. سؤالي للدكتورة ليلى بكر، وهي المدير الإقليمي للدول العربية بصندوق الأمم المتحدة للسكان. ولصندوق الأمم المتحدة للسكان كما أشرت تاريخ طويل في دعم
الدول في تحقيق نجاحات وأهداف لبرامج تنظيم الأسرة، وفي دول الاستراتيجية الوطنية للسكان التي كانت جزء من تأسيسها والعمل عليها كافة المؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف، كنا شركاء في الاستراتيجية التي تطلق اليوم. كيف يمكن للصندوق أن يعزز جهود الدولة للوصول إلى توازن حقيقي في ضوء خبرات الصندوق المتراكمة عبر السنوات بين النمو السكاني والتنمية المستدامة المنشودة، وكيف يمكن الاستفادة من الدول المشابهة للطبيعة المصرية؟ فلتتفضل دكتورة ليلى. السلام عليكم. Good morning everyone. Your Excellency. صباح الخير عليكم جميعا، سيادة الرئيس، الضيوف الأعزاء. اسمحوا لي أن أسير على خطى المتحدثين السابقين وأذكر الآتي: عندما يتم عد التعداد السكاني فإن من السهل جدا أن نغفل حقوق الناس ونبدأ في النظر فقط إلى أرقامهم. إن معدلات المواليد ليست المشكلة وليست الحل أيضا، إن اختيار الإنجاب والبدء في تكوين أسرة هو قرار إنساني وله الكثير من الأبعاد والتداعيات. إن المؤتمر الدولي لسكان والتنمية عقد في القاهرة، وكان من المفترض أن يغير الحوار بخصوص السكان، ولكنه تحول إلى مؤتمر يتحدث عن الخيار السكاني كوسيلة لتحقيق الرخاء والرفاه. وبعد هذا المؤتمر بدأنا نركز على الأرقام التي أخذتنا إلى مسار يعكس ما نريده، وهو عكس التنمية. وإذا أردنا أن نحقق الأهداف التنموية المستدامة في مصر وفي الكثير من الدول في هذه المنطقة، علينا أن ننظر من منظور حقوقي. وإذا سألتني سيادة الوزير عما يقوم به الصندوق في هذه المنطقة من العالم، لقد قمنا بالكثير من الجهود ودعمنا الحكومة المصرية من أجل صياغة استراتيجية السكان الجديدة. ونركز أيضا على أشياء من الممكن أن أتحدث عنها حتى الغد، ولكني سأركز على 4 عناصر أساسية. أولا، الدعم المادي، ما إذا كان دعما ماديا مباشرا أو دعما لسلاسل الإمداد. لا يمكن أن يكون هناك نظام لتنظيم الأسرة دون أن يكون هناك توفير للإحتياجات الأساسية. وأيضا التحليل السكاني والديموغرافي يعتمد على البيانات، توافر هذه البيانات ودقة هذه البيانات للنظر في اتجاهات السكان. ولذلك نحن سنستمر في الاستثمار مع الحكومة المصرية من أجل توفير البيانات وتحسين جودة البيانات لاستخدامها في كافة مسارات التنمية وعمليات التنمية. واسمحوا لي أيضا أن أخذ دقيقة من وقتكم لكي أقول أنه من الأهمية بما كان العمل على المستوى المجتمعي، ونربط الرغبات والاحتياجات للمجتمعات المختلفة في مصر أن يكون لديها أسر تتمتع بالرفاهة. وعادة ما ننظر في أي استراتيجية للسكان وننظر في هذا العنصر، ونود أن نعمل مع الحكومة المصرية على هذا العنصر. و
وهو التوازن ما بين الحصول على خدمات الصحة الإنجابية المرتبطة بالاستراتيجية 2023-2030. وهناك أمثلة على ذلك. نحن نقوم بتدريب الأطباء والممرضات على الرعاية الصحية الإنجابية والرعاية الشاملة. وهناك الكثير من الدول الأفريقية التي طبقت هذه المنظومة وأحدثت توازن ما بين احتياجات المجتمع والدولة، جيبوتي والصومال واليمن. هناك من حقق الكثير من الإنجازات في هذا الاتجاه. وأيضا القابلات، وقمنا بتدريبهم، وهذا البرنامج برنامج ناجح للغاية وساهم في خفض معدلات وفيات السيدات أثناء الولادة. ونهاية موضوع تمويل الرعاية الصحية، فإنني أثني على ما ذكر، وأن الرعاية الصحية سوف يتم توفير المخصصات المالية ليس فقط لتنظيم الأسرة، ولكن للحصول على خدمات صحية جيدة ومتكافئة للجميع. وإذا نظرنا إلى السكان فقط من منظور الخصوبة، فإن ذلك يقلص الرؤية الصحيحة لهذه القضية، وأنها موضوع متعلق بالاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والجسدية لكل المجتمع والشعب. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أخشى أن احنا تعدينا الوقت المخصص للجلسة، فإن شاء الله يعني حضرتك هتكلمنا. ودكتور أحمد الحقيقة من دولة عمان الشقيقة، وهو مقيم في مصر على رأس منظمة الصحة العالمية في الإقليم المتوسط، وهو يستعد لمغادرة مصر في خلال الأسابيع القليلة القادمة. كل التحية والتقدير لك وعلى دورك في إدارة المنظمة في فترة كانت صعبة جدا، ولكن بالتعاون مع دولة المقر كان لك كل الشكر والتقدير. السؤال، من خلال خبرتك الواسعة، ما هي الاهتمامات الرئيسية التي يجب أن تمنح للبلدان للنهوض بأعمال الصحة والتنمية الاجتماعية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة شرق المتوسط وأيضا في خارج منطقة شرق المتوسط؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا معالي الوزير على إتاحة الفرصة لي في من أجل التحدث عن هذا الموضوع الهام. وفي البداية أحب أن أهني وأشكر كذلك الحكومة المصرية على دورها الريادي والقيادي في مثل هذا الموضوع منذ سنوات. وطبعا جميعا نتذكر المؤتمر الذي عقد في العام 1994، المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، وخرج بعدد من التوصيات. ومنذ ذلك الوقت والحكومة المصرية ولله الحمد يعني تقوم بالكثير من المبادرات، ليست فقط محصورة يعني في مصر وجمهورية مصر، وإنما في الإقليم وعدد من دول العالم، والأمثلة كثيرة. طبعا في البداية أحب أن أبدأ يعني إجابتي على هذا السؤال كما تفضلت معاليك يعني مشاركتكم بتعريف منظمة الصحة العالمية للصحة. هذا التعريف يشير إلى أن الصحة هي اكتمال العافية الجسدية والنفسية والاجتماعية، وليس مجرد انعدام المرض أو العجز. من هذا التعريف أود أن أشير إلى ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى طبعا أن الصحة والعافية للفرد والمجتمع هي ركن أساسي من أركان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، هي ركن أساسي من أركان السلم والأمن، سواء الوطني أو الإقليمي أو العالمي. كذلك الصحة هي يعني ناتج عمل جماعي لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية بمختلف تخصصاتها والتكامل فيما بينهم، العمل الفردي والجماعي للمجتمع والتكامل مع جهود الحكومة والقطاعات الأخرى. النقطة الثالثة هو أنه هناك محددات اجتماعية ليست مرتبطة ارتباط مباشر بالصحة، ولكن لها دور أساسي
في الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع، وإن لم نراعي تلك المحددات الاجتماعية سوف نواجه الكثير من الصعوبات. منظمة الصحة العالمية في العام 2019 عندما أصدرت إطار العمل العام 13 وضعت من ضمن النقاط الأساسية في محتوى الإطار العام 13 المحددات الاجتماعية للصحة، وأوصت الدول بالنظر إلى هذه المحددات. قمنا في إقليم شرق المتوسط ولله الحمد في العام 2019 في نفس العام بتشكيل لجنة من مجموعة من الخبراء من الإقليم ومن مصر ومن بقية دول العالم. خلصت هذه اللجنة في العام 2021 بتقرير أوضح جوانب القوة لدول الإقليم ومختلف الأنظمة الصحية ومناطق أنا لا أطلق عليها مناطق ضعف، بينما أطلق عليها مناطق تطويرية من أجل الوقوف على هذه المحددات. وبالتالي القول أن الصحة للفرد والمجتمع في هذه الدول تحتاج إلى تقوية في هذه الجوانب. للأسف يعني بما أن هذه المحددات ليست مرتبطة بالسلطات الصحية والنظام الصحي، بينما مرتبطة بنظم وسلطات أخرى لديها أولويات ولا نلومها على ذلك، واجهنا صعوبة في يعني الوقوف على تلك المكامن والنقاط من أجل تقوية تلك المحددات وبالتالي تقوية الصحة والنظم الصحية. على سبيل المثال يعني أذكر هناك يوجد وفاة لكل وفاة لأم يعني حامل أو ولدت كل دقيقتين في مكان ما في العالم الآن يعني. وللأسف الأقليم يعتبر من الأقاليم التي تعاني من أزمة حقيقية في هذا المجال. لدينا يعني تقريبا 3 أمهات يتوفين لكل 100,000 مولود حي في بعض الدول التي لديها أنظمة صحية ولله الحمد قوية، بينما لدينا في الأقليم نفسه كذلك 600 وفاة لكل 100,000 مولود حي، وهذا طبعا شيء غير مقبول أبدا وشيء محزن ومخيف. لذلك يعني كمنظمة احنا نوصي جميع القطاعات في كل الدول بالعمل يدا بيد يعني بنهج الحكومة الواحدة والمجتمع بأسره من أجل النهوض والرقي بصحة الفرد والمجتمع، وبالتالي الرقي بمختلف أطر التنمية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية وكما ذكرت بالجوانب الأمنية والسلم كذلك على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي. شكرا جزيلا معاليك على إتاحة هذه الفرصة. شكرك دكتور أحمد. والآن وقد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة الحوارية، أتوجه للسادة الحضور بخالص الشكر والتقدير على الآراء وعلى الإضافات التي أثريتم بها هذه الحلقة النقاشية، وأشكر السادة الحضور.